بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج ملف اليوم. في هذه الحلقة سوف نسلط الضوء إياكم على عدد من القضايا. نتحدث بداية عن تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة في خطابه يوم أمس في الكونغرس فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين ونيته إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، حيث ينطبق هذا التعريف فقط على من خرجوا من فلسطين إثر النكبة عام 48. وعقب شطبه ملف القدس من أجندة الإدارة الأمريكية واعتبارها عاصمة لإسرائيل وفقا بطبيعة الحال لرؤيته العنصرية، اليوم نشهد خطوات أخرى بحق الأونروا عقب قطع الإدارة الأمريكية المساعدات المقدمة لهذه الوكالة. وأيضا نتطرق وإياكم مشاهدينا وبالتوازي مع الخطوات السياسية التي تقوم بها الإدارة الأمريكية وإسرائيل، هناك خطوات أخرى تحريضية بحق القيادة الفلسطينية وعلى رأسها السيد الرئيس محمود عباس باستخدام العديد من الأدوات للترويج للجانب الإسرائيلي والرواية الإسرائيلية. هذه الأمور سأناقشها مع ضيف في الاستوديو الأستاذ أسامة القواسمي المتحدث باسم حركة فتحة. أهلا بك أستاذ أسامة. أهلا بك جميعا. قبل أن نبدأ هذا الحوار نتابع معك هذا التقرير. في وقت يواصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته حربهما العلنية ضد الحقوق والثوابت الفلسطينية، تواصل إسرائيل وعلى المنوال ذاته تشويه القيادة الفلسطينية وبث مزيد من المزاعم والأكاذيب حول السيد الرئيس محمود عباس. وعقب شطب ملف القدس من أجندة الإدارة الأمريكية واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال وفقا لرؤية ترامب العنصرية، فإن الرئيس الأمريكي عاد من جديد ليخلط الأوراق في قضية أخرى وهي قضية اللاجئين، حيث واصل هجومه على وكالة الأونروا وتعهد بوقف كل المساعدات الأمريكية للوكالة الدولية التي أنشئت قبل نحو 7 عقود من الزمن. مصادر في داخل البيت الأبيض أكدت أن ترامب ينوي إعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين لينطبق التعريف على من خرجوا من فلسطين على إثر النكبة فقط، زاعما أن صفة اللاجئ لا تورث وأن أبناء اللاجئين الفلسطينيين لا يحملون تلك الصفة. كما تنوي إدارة ترامب وقف كل أشكال المساعدات للوكالة الدولية وربما تلجأ إلى تحويل الأموال إلى صالح جمعيات ووكالات تتبع الإدارة الأمريكية بدلا من دفعها لصالح الأمم المتحدة. ترامب الذي أثارت حفيظته القرارات الفلسطينية الأخيرة المتعلقة بعدم التعامل مع الإدارة الأمريكية، يحاول الدخول في لعبة لي الذراع وابتزاز الفلسطينيين بالمساعدات من خلال وقف أي تحويلات أمريكية سواء أكانت للسلطة أم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وتحاول الإدارة الأمريكية بموازاة ذلك شن حرب تحريضية ضد القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها السيد الرئيس محمود عباس، واتهامه بتعطيل مفاوضات السلام مستخدمة في ذلك كثيرا من الأدوات والأبواق المنتشرة بكثرة في المنطقة، وفي مقدمتها حكومة اليمين في تل أبيب التي ترقص طربا على وقع المواقف الأمريكية المتتالية ضد السيد الرئيس محمود عباس وضد الفلسطينيين بشكل عام. لبرنامج ملف اليوم وسيد صبيح، تلفزيون فلسطين. أهلا بكم من جديد. أبدأ معك هذا الحوار أستاذ أسامة. نبدأ معك من خطاب ترامب يوم أمس وتحديدا فيما يتعلق بتصريحاته باللاجئين الفلسطينيين وإعلان نيته بإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني. ما خطورة هذه التصريحات وكيف يمكن مواجهتها أستاذ أسامة؟ يعني قبل أن أجيبك على هذا السؤال نتقدم بالعزاء الحار إلى عائلة أبو نعيم على استشهاد الطفل اليتيم القائد البطل الشهيد ليث الذي وري الثراء اليوم، لنقول للاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى بأن هذه الدماء العزيزة لن تكون إلا دافعا لمزيد من الوفاء لهذه الأرض الفلسطينية ومن أجل القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. وأيضا في هذا اليوم وعلى ما أعتقد أنه عيد ميلاد عهد التميمي البطلة المحتجزة الأسيرة خلف قضبان الاحتلال، نقول لها كل عام وفلسطين بخير، كل عام والقدس بخير، كل عام وأنت بخير، وسنلتقي مرة أخرى في ساحات النضال نواصل الدرب على طريق الحرية والاستقلال. فالرحمة للشهداء، التحية لعهد التميمي ولكل أسران البواسل خلف قضبان الاحتلال، ونقول إرادتنا ستبقى قوية بالرغم من تهديدات ترامب والاحتلال الإسرائيلي والإجراءات العنصرية. حقيقة نرجع قليلا إلى الوراء للإجابة على سؤالك. منذ أن انتخب ترامب
رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وكان واضحا برنامجه السياسي عداء كامل أكثر من الإسرائيليين للفلسطينيين، ولكن كان هناك محاولة سياسية من الرئيس ومن حركة فتح ومن القيادة للتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت الأمور إيجابية. التقاه السيد الرئيس عدة مرات، وكانت اللقاء توحي بأن هناك إرادة عند الإدارة الأمريكية بما يسمى بين قوسين صفقة العصر لها علاقة بحل القضايا على أساس القانون الدولي، وهذا ما فهمناه. إلا أنه بدأ من الواضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تتراجع تحت ضغط اللوبي الصهيوني وتنفيذا لوعودهم الانتخابية. فكان القرار الأول في وجه القيادة والشعب الفلسطيني بعدم تمديد وجود مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، باعتبار بين قوسين أن منظمة التحرير إرهابية، بالرغم من أن الرئيس أبو مازن رئيس منظمة التحرير الفلسطينية استقبل في البيت الأبيض ويدعمون ماليا عبر سنوات طويلة. وهذا يذكرنا بما حدث في السابق مع ياسر عرفات، الأمر الذي سنأتي عليه بالتفصيل. بعد ذلك بخطوة قرروا الكونغرس قطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني باعتبار أن منظمة التحرير هي الجهة المسؤولة عن السلطة، وأن السلطة تمول الإرهاب بين قوسين، في دلالة على قضية الأسرى والشهداء وعائلاتهم، بينما في السابق كان الوضع على ما هو عليه، إلا أن المساعدات استمرت. في خطوة كانت ضربة قاسمة لظهر البعير، وهي قضية القدس، نقل السفارة إلى القدس واعتبار القدس موحدة، وهنا نضع خطين، موحدة إن لم يقلها بلسانه ولكنه هو أقر ما أقرته إسرائيل وأقر ما أقر الكونغرس الأمريكي، ومحاولة للقول أن الحدود تترك للتفاوض ما هو إلا لذر الرماد في العيون. هم يدعمون القدس ويقول أن القدس أزيحت عن طاولة المفاوضات، هذا أدى إلى موقف فلسطيني مثل الرئيس أبو مازن بقوة وصلابة كالأسد كالجبال الثابتة في وجه الولايات المتحدة وإسرائيل، أي أنه يريد أن يخرج القدس من أي حوار بيننا وبين الإسرائيليين، مع أن القدس هي أحد القضايا الأساسية والجوهرية في الحل بيننا وبينهم، وقال أزاحها عن الطاولة. ليأتي بعد ذلك في محاولة لزيادة الضغط وزيادة الإرهاب على الشعب الفلسطيني وعلى القيادة الفلسطينية من قبل ترامب وإسرائيل باتفاق مزدوج بينهما، ليقول الآن أن قضية العودة سوف تزاح أيضا عن الطاولة من خلال تقليص المساعدات عن الأونروا ب 65 مليون دولار، ليخرج علينا بالأمس في الكونغرس ويقول يجب إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني. اللجوء في العام 48 يعني كان عمر اللاجئ الطفل اللي ولد في 48 كان عمره اليوم عمره 70 سنة، فما بالك اللي ولد في الثلاثينات والعشرينات، هذول كلهم الآن أولادهم باعتبار أن اللجوء لا يورث، وباعتبار أن حق العودة بطريقة ما خلال 5 سنوات أو 10 سنوات لن تجد لاجئا، وسيأتي ترامب علينا أو الإدارة الأمريكية أو إسرائيل وتقول كمان 10 سنين تعال كل اللاجئين الذين أخرجوا من ديارهم أن يعودوا إلى ديارهم لن يجدوا أحدا. دعني أؤكد باسم حركة فتح، هذه الحركة التي قدمت الآلاف من الشهداء وعلى رأسها مفجر أو أحد مفجري الثورة الرئيس أبو مازن محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية وأطفال الفلسطينيين لا يقبلوا لا التهديد ولا الترهيب ولا الركوع ولا بنرفع الراية البيضاء لا لترامب ولا للبيت الأبيض ولا لنتنياهو، وسنصبر ونرفض هذا القرار ونقول قضيتين أساسيتين، طال الزمن أم قصر، عظمت التهديدات، حطوا علينا جهنم، ضغطوا علينا من كل الوسائل بدهم إياها، هذا لن يجدي مع شعب الجبارين. حقوقنا لا تسقط بالتقادم، هذه حقوقنا غير قابلة للتفاوض. إحنا نتفاوض على آليات تطبيق القانون الدولي، إحنا إلنا دولة معترف فيها في العالم كله، حق العودة حق مقدس، القرار 194 لا يسقط بالتقادم، أبناء اللاجئين لاجئين، لأن بيوتهم هم لما خرجوا في 48 خرجوا لرحلة على البحر، هم أخرجوا من ديارهم ظلما وعدوانا من قبل إسرائيل وعصابات الهاغانا وضمن صمت دولي، ولم يطبق القرار 194 عبر 70 عاما نتيجة عجز المجتمع الدولي أمام إسرائيل الخارجة عن القانون الدولي. فلذلك لا ترامب ولا غيره بيطلع له يلغي القرار 194، نعم، ويعيد تعريف اللاجئ بالطريقة التي تتسوق فيها إسرائيل. أستاذ أسامة، في نفس الإطار الذي تتحدث عنه عن هناك تكامل وتسوق بين الرئيس ترامب ونتنياهو، هذا يعني التعاون الغير المسبوق، كيف يمكن أن نواجهه كفلسطينيين وما هي تداعياته علينا بالفترة القادمة؟ هل نتوقع قرارات
أخرى ربما أكثر عنصرية بعد قضية القدس واللاجئين أستاذ أسامة؟ يعني تبقى كل شيء وعلينا أن لا نحبط، لأن إدارة الرئيس ترامب ونتنياهو في ظل هذا التخاذل من البعض في العالم يريدون كسر إرادتنا، يريدون منا أن نرفع الراية البيضاء، يريدون أن يجرونا على طاولة المفاوضات والقدس واللاجئين خارج الطاولة، يريدون منا روابط قرى حقيقية باسم الوطنية، سميه كما تشاء، ولكن أنا بقول لك حركة فتح ولا يمكن لها أن تقبل لا من قريب ولا من بعيد. والرئيس أبو مازن كان واضحا في خطاباته اللي بدأها، سواء كان خطاب فلسطين في وزراء الخارجية أو خطاب الرئيس في إسطنبول الذي دوى صوته عاليا مكبرا باسم كل الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، وعبر عن الإرادة الفلسطينية التي لا تخشى في الله لومة لائم، إلى خطابه في أثيوبيا في القمة الإفريقية، إلى مواقفه الحقيقية بعدم اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية وسيطا في العملية السياسية لا من قريب ولا من بعيد. ونقول بشكل واضح أن التطرف الموجود الآن في الكونغرس الأمريكي أكثر من التطرف الموجود في الكنيسة الإسرائيلي. يعني أنا بدي أحكي لك، عندما أخذوا قرار بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني كانت نسبة 99% في الكونغرس، بينما يمكن بعض القرارات في الكنيسة، مش دفاعا عن الكنيسة، هو هذا بيت العنصرية، ولكن حتى تعرفوا من نواجه نحن كقيادة فلسطينية، الرئيس أبو مازن من يواجه في العالم؟ نواجه الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض. أنا بقول لك بعض القرارات لها علاقة بالعنصرية ضد الفلسطينيين ممكن تمر ب70 صوت من 120 صوت في الكنيسة، و62 بنسبة 50-60%، دائما هناك انقسام حتى في الكنيسة إلا في بعض القضايا التي اجتمعوا عليه وخاصة القدس. ولكن تجدي أن عشرات القرارات تسن في الكونغرس الأمريكي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل إلا من الإيمان بالله وبحقه في هذه الأرض تصاغ ويتم التصويت عليها بإجماع كامل، بتلاقي اثنين أو ثلاثة فقط اللي امتنعوا أو اللي صوتوا ضد القرار. أي أننا نواجه الحركة الصهيونية واللوب الصهيوني المتحكم في قرار البيت الأبيض ومن خلفه الكونغرس الأمريكي. كيف نواجه هذا العدوان من الدولة الأكبر والأعظم سياسيا واقتصاديا؟ أنا بقول بكل بساطة، بريطانيا كانت الدولة الأعظم في فترة من الفترات، وهي التي وقعت قرار بلفور، وهي التي أتت، وهي صاحبة المقولة بما معناه كيف أتت، أرض بلا شعب لشعب بلا وطن بلا أرض، وأرادونا غير موجودين، أو إذا في شعب يجب أن نقتل هذا الشعب ويجب أن ننفي هذا الشعب. الساكن الأصلي الفلسطيني هو الذي يرعبهم، لا برعبهم صواريخ ولا قنابل نووية ولا غيره. لذلك تجدي كل هذه القرارات العنصرية تصاغ من من؟ من البيت الأبيض وإسرائيل ضد هذا الفلسطيني اللي ماسك يعني شجرة زيتون وبيعمر أرضه وبيبني جامعة. نواجهها بالإرادة، بالتمسك بأرضنا، بوعينا الوطني، بنبذ الخيانة والخونة من أرضنا، بالتمسك والالتفاف حول القيادة الفلسطينية التي تقود هذا المشروع بصدق، مش بعنجهية، وإحنا مش مغامرين ولا مقامرين، ولكن لا نطلب الصدقات لا على أعتاب البيت الأبيض ولا نتنياهو ولا أعتاب أحد في العالم. إحنا أصحاب حق تاريخي، أصحاب حق قانوني، أصحاب حق طبيعي. أيضا علينا جميعا أن نقول للمجتمع دائما الفلسطيني والعربي والدولي، نعم أستاذ أسامة، ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن هناك دولة فلسطينية معترف، أن هناك معترف فيها في العالم، أن هناك شعب فلسطيني موجود من أيام الكنعانيين واليابوسيين إلى هذا اليوم لم ينقطع، وأن لنا دولة ومن حقنا أن نعيش. طيب سنتحدث بالتفصيل عن كل هذه الأمور أستاذ أسامة، ابقى معي لو سمحت. انضم إلينا عبر الخط الهاتف الأستاذ سامي مشعشع الناطق باسم وكالة الأونروا. أهلا بك أستاذ سامي، بالتأكيد تابعتم تصريحات ترامب يوم أمس ما يتعلق بنيته إعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني، ما هو تعقيب الأونروا على ذلك؟ يعني دائما أقول أن الوكالة ليست زرا إلكترونيا يتم إطفاؤه أو إضاءته من هذه الجهة أو تلك. هذه وكالة أممية لها موجودة على الميدان وفي الساحة وبقرار أممي وولاية أممية من أكثر من 167 دولة عضو في الجمعية العمومية. هذه الولاية تقول أننا نطلب منكم كوكالة أن تبقوا على رأس عملكم وأن تقدموا الخدمات الإنسانية المطلوبة منكم للاجئين الفلسطينيين، ليست منة وصدقة وإنما كالتزام أخلاقي ودولي وقانوني للاجئين الفلسطينيين فشلنا فيه نحن كمجتمع دولي في حل قضيتهم سياسيا.
وبالتالي أن يتقدم طرف مهما كان هذا الطرف في محاولة لقول أن الأنروا يجب أن تنتهي وملفها يجب أن يحول إلى مفوضية، أو أن يقول أن تعريف اللاجئ يجب أن يغير، أو أن يكون هناك اشتراطات هنا وهناك، هذا يعني ليس منوطا بجهة محددة، هذا مرجعية الأمم المتحدة، والأمم المتحدة في تصويتها الأخير جديد ولاية الأنروا في العام 2016 طلب بالثمن المليان نحن نفوضكم ونعطيكم صلاحيات ضمن التصويت تبعكم للقيام بمهماتكم الإنسانية وأيضا في مهمات التنمية البشرية عبر مدارسكم، وأيضا في توفير الحماية جزء من ولايتنا والتي لا يعرف الكثير أننا أيضا مفوضين في تقسيم الحماية، وإن تقاعسنا عن ذلك ليس بسبب قلة الجهد ولكن لأن ظروف حول الوكالة لا تمكننا أحيانا من تقديم هذه الحماية على الوجه المطلوب منا. نعم أستاذ أسامة، فيما يتعلق بقطع المساعدات الأمريكية أو تقليص هذه المساعدات المقدمة لوكالة الأونروا، ما هي البدائل التي تلجؤون إليها لتعويض هذا النقص، وهذا النقص في التمويل كيف ستكون انعكاساته على الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين؟ القرار أيضا لكي لا ترسم الصورة بشكل يعني مثالي أو بشكل غير دقيق، القرار الأمريكي صعب على الوكالة، هذه 350 مليون دولار وعلى الوكالة لكي تنفذ تصويتها أن تجد آليات أخرى لهذا التصويت. الإنسان لا يحيا فقط بالموقف السياسي وهو مهم، ولا يحيا فقط بالتأكيد على كرامة اللاجئ وهو أهم الأهم وأهم من كل شيء، ولكن أيضا هناك 525 ألف طفل وطفلة في مدارسنا، 711 مدرسة، 8 مليون زيارة طبية، تحولات طبية، برامج إقراضية، برامج إغاثية، برامج طوارئ في سوريا وفي الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالتالي التحديات صعبة وأمامنا مسؤوليات أيضا، ولهذا السبب نحن قلنا أن القرار كان قرار يعني صادم للوكالة ولكنه لم يشلنا. هذا لا يعني أن الوكالة منتهية، والمفوض العام قال أن الوكالة لا تنتهي هكذا وهي ليست البيع ورئيسنا ليست البيع وأننا سنبقى على رأس عملنا وسنربط الليل بالنهار لكي لا تؤثر خدماتنا الأساسية على الأقل. نعم. طب أستاذ سامي، أريد أن أسألك هنا يعني ما مدى استجابة يعني الدول معكم فيما يتعلق بربما بزيادة حجم مساعداتها أو تقديم دفعاتها على الأقل، كيف كانت الاستجابة يعني حتى هذه اللحظة؟ نعم، وهذا ما أردت أن أعرج عليه، يعني مجموعة من الدول خلال العشر أيام الماضية قامت بخطوة جدا مهمة وإن لم تكن يعني معروفة للجميع، دول عديدة قد تسمي بعضا منها، النرويج والسويد وألمانيا وفنلندا والكويت وبعض الدول الأخرى فاتني أن يعني أذكرها بالجميع، قدمت الأموال التي ترصدها لنا سنويا والتي تعطينا إياها على دفعات، قدمتها وترعت في تقديمها الآن لأن السيولة النقدية للوكالة خلال شهرين ستكون صعبة للغاية، وبالتالي هذا التشريع من هذه الدول المشكورة سيمكن الوكالة من الإنفاق بالتزاماتنا الآنية من رواتب لـ30 ألف موظف ولخدمات لـ5 مليون لاجئ فلسطيني. ولكن سؤالك هو مهم، كيف ستتعامل الوكالة مع التخفيض الأمريكي الكبير؟ بالإضافة إلى يعني نحن نقول أن ميزانيتنا بـ1.3 بليون دولار، 350 مليون منها من أمريكا، معناته في هناك 950 مليون دولار من دول أخرى، علينا أن نبقى على علاقة وثيقة معهم للإبقاء على تبرعاتهم وزيادة مستوى التبرعات بشكل حثيث، واستخدامهم بين مزدوجين، استخدامهم بشكل إيجابي واستخدام أيضا الدول المضيفة برضو بين مزدوجين لكي يكونوا مفاتيح لنا لدول كبيرة ومتعددة لا تعطي إلا النزل اليسير للأنروا أو لا تعطي بتاتا، الدول الإسلامية، الدول آسيا الوسطى، دول البريكس وغيرها تعطينا مبالغ زهيدة أو لا تعطينا، وبالتالي أمامنا جهد كبير كوكالة وكإدارة وكالة أن نقنع هذه الدول بتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الصناديق الدولية، البنك الدولي، صندوق التنمية الإسلامي والقطاع الخاص. شكرا جزيلا لك الأستاذ سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة الأونر، وشكرا لك. أعود إليك مرة أخرى أستاذ أسامة، بالتأكيد يعني استمعت لما قاله الأستاذ سامي، ما هي المسؤولية اليوم الملقاة على يعني الدول الصديقة والشقيقة فيما يتعلق بتعويض العجز الذي تعاني منه الأونر اليوم؟ بالتأكيد نحن نقول
يعني بكل ثقة بالنفس أن محاولة ابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية للأونروا بقطع المساعدات، وهذا الحديث وكأن ترامب يتحدث في شركة خاصة له وأنه سيساعد من يقف معه ومن يرفض قراراته سيقطع عنه الأموال، وكأنه يتحدث عن قضايا اقتصادية، هو نسي أنه يتحدث عن القدس ويتحدث عن قضية اللاجئين، جوهر الصراع بيننا وبين الإسرائيليين. وأنا بقول باسم حركة فتح: لا تسقني كأس الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. مش أبو مازن ولا الرئيس ولا منظمة التحرير ولا حركة فتح ولا عهد التميمي اللي في السجن يمكن أن تبتز وأن تضع حقوقنا خاصة القدس واللاجئين على طاولة الابتزاز السياسي والمزاد العلني من يدفع أكثر. لو وضعوا العالم كله في يمين على أن نتنازل عن القدس، ووضعوا مليارات العالم كلها على أن نتنازل عن حق العودة، والله لن نقبل حتى نفنى دونهما. فهذه حقوق ليس حق لا للرئيس ولا لمنظمة التحرير ولا إلنا في حركة فتح أن نتنازل عن أولى القبلتين وعن عاصمتنا السياسية وعن حق أجدادنا وأطفالنا ونسائنا الموجودين في مخيمات لبنان وفي اليرموك، والذين عانوا طيلة 70 عاما نتيجة هذا الظلم الإسرائيلي وهذا الانحياز الدولي لإسرائيل، أن نقبل بأن يلغى حق العودة وهذا حق مقدس. لذلك المطلوب ردا على سؤالك، المطلوب، نحن نعلم أننا جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإسلامية، هكذا تعلمنا في الابتدائي، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني. واليوم في عنوان كبير، عنوان كرامة، اسم القدس أولى القبلتين: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا هو العنوان. هل في عرب هذا اليوم؟ أما الشعارات وجيش القدس وجيش الفيلق وإلى آخره ما بدنا نسمعها. يا إما بكون اللي تعلمنا في التاريخ إنه العربي عنده نخوة حقيقية ويذود ورب ومعتصمة انطلقت، أو خلينا نغير المناهج ونعرف إحنا مع مين واقفين. إحنا نستثني بعض الإخوة والأشقاء العرب اللي واقفين معنا، ولكن في 82 لما تحاصرنا 80 يوم في أغنية معروفة سمعناها: 80 يوم ما سمعناش يا بيروت غير الهمة الإذاعية. اليوم حتى مش سامعين الهمة الإذاعية إلا ممن رحم ربي، حتى ما نظلمش الجميع، لا، في بعض القادة وبعض الشعوب واقفين معنا، ولكن بحاجة إلى موقف حقيقي له علاقة بالكرامة. ابقى معنا أستاذ أسامة، انضم إلينا عبر الخط الهاتفي. وفي إطار حديثنا عن الأونروا، السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أهلا بك دكتور رياض. هناك يعني تحدثتم عن النية لعقد مؤتمر دولي فيما يتعلق بالأونروا وقطع المساعدات الأمريكية عن الوكالة، كيف تبدو الاستعدادات حتى هذه اللحظة لعقد هذا المؤتمر وما هو المتوقع منه؟ أولا يعني هذا الموضوع نحن في انتظار أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة التاريخ والزمان بالضبط ومكان عقد المؤتمر. الاحتمال الأرجح أن يكون في جنيف في نهاية شهر 2، وحالما يعلن عن التاريخ والمكان سيبعث دعوات لكل الوزراء، لأنه راح يكون اجتماع وزاري للجميع لحضور هذا المؤتمر الذي سيكون لمدة جلسة واحدة، يتم الحديث فيه من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا السيد بيير كرامبل، بهدف أنه يضعوا العالم أمام الصورة المالية الخطيرة للأمر، والطلب من الدول والمجتمع الدولي أن يتعاطى مع هذه المسألة دون التأثير بأي شكل سلبي على خدمات وعمل الأونروا. نعم، بتوازي مع ذلك هناك تحركات سياسية قادمة للقيادة الفلسطينية في مجلس الأمن دكتور رياض، نتحدث أكثر معك عن هذا الجانب. يعني نحن في يعني مشاورات مستمرة منذ عدة أيام في هذه المسألة مع المعنيين، وغدا سيترأس مجلس الأمن في شهر شباط أخي السفير منصور العتيبي سفير الكويت الشقيقة
يعني الاتفاق على الترتيبات المعينه بشان حضور السيد الرئيس محمود عباس الى مجلس الامن ومخاطبته يعني التعاطي مع كافه المسائل الاجرائيه وتحديد الموعد المحدد ليتمكن الرئيس من مخاطبه مجلس الامن. ولا نزال في صدد هذه المشاورات لتحديد التاريخ بشكل محدد وتحت اي بند من البنود التي تحدث الرئيس محمود عباس تحتها. نعم، شكرا جزيلا لك سفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، شكرا جزيلا لك. أعود إليك مرة أخرى أستاذ أسامة يعني بالانتقال إلى المحور الثاني من هذه الحلقة يعني بالتوازي مع ربما مع الخطوات السياسية التي تشنها يعني أمريكا وإسرائيل بحق القضية الفلسطينية. هناك حرب مفتوحة تمارس على السيد الرئيس خاصة عقب قرارات المجلس المركزي الأخير، ما هي الأدوات التي توظفها واشنطن وإسرائيل في هذا الصدد؟ يعني هذا موضوع أنا أعتقد أنه في غاية الأهمية، فإذا آمنت بما قالت أمريكا فأنت مرحب بك في البيت الأبيض وفي كل العالم، يفتح لك الأبواب. وإذا عرضت توجهاتهم الاستعمارية الصفوية للقضية الفلسطينية فتصبح إرهابي وفاسد وإلى آخره. ولديهم أدواتهم، الأدوات السياسية من خلال اتخاذهم لسلسلة من القرارات المتعلقة بالقدس واللاجئين وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني وعن السلطة وإلى آخره من القرارات، وأيضا يأمرون من هم تابعون لهم ويصلون للبيت الأبيض بأن يتبعوا نفس الخطى، قطع المساعدات عن الفلسطيني. ولكن وجدنا أن هناك شعوبا حرة وقيادة حرة للعالم، كما شهدنا أن 129 دولة في الأمم المتحدة قالت لا لكبيرة وأن العالم ليس للبيع. هذا كان موقفا مشرفا نتيجة الجهد السياسي وأخلاق شعبنا ونضال شعبنا المستمر. ولكنهم لا يكتفون. ولو رجعنا قليلا إلى الوراء، الشهيد الراحل الرمز الخالد ياسر عرفات الذي يعني ناضل وحياته كلها من أجل فلسطين وخرج من هذه الدنيا لا يملك شيئا بالمطلق، أكثر زعيم عربي ودولي دخل البيت الأبيض من العام 93 لغاية 2000 هو ياسر عرفات، وكان مرحبا حتى في العام الواحد كان يذهب إلى البيت الأبيض 4 و5 مرات. وعندما قال لا كبيرة لكلينتون في ذلك الأيام وقال لا كبيرة لباراك في تلك الأيام وخاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين، أصبح ياسر عرفات إرهابيا ويجب التخلص منه وليس ذي صلة، وأصبح فاسدا. وأصبحنا نرى التقارير المتتالية ضد ياسر عرفات. هذا أحد أدواتهم، وهذه الأدوات ليست فقط وسائل إعلام ووسائل رجال سياسة أمريكيين وإسرائيليين، ولكنهم يجيدون لعب المؤامرة أن يجدوا من بين ثنايانا فلسطينيين وعربا ومسلمين من يهاجم هذا الشخص الذي يعادي الإدارة الأمريكية. فأصبح ياسر عرفات فاسد وحوصر في مقاطعته وسمموه وقتلوه، وبعد ذلك ترحمنا عليه. طبعا هذا لا يمكن أن يشككوا لحظة بأنه قائد ورمز كبير جدا، ولكن في تلك اللحظات كان هناك انقسام في الشارع الفلسطيني نتيجة الترويج للبضائع الأمريكية والإسرائيلية الفاسدة ونتيجة الطابور الخامس والعملاء والخونة الذين يتعاطون مع هذه الأخبار والإشاعات. فإذا كان بقصد فهو خائن وعميل، لأنه يروج لضرب المعنويات ويحاول مهاجمة قيادته وهي تدافع عنه وهي تقود المعركة أمام أمريكا وإسرائيل. وإذا كان بغير قصد فنحن نهدف وراء من هذا البرنامج توعية المواطن الفلسطيني وتوعية أيضا الإعلام الفلسطيني كيف والعربي. كيف يمكننا توعية والعربي المواطن الفلسطيني أيضا؟ نعم، هذا ما أريد أن أقوله. عليهم أن يدركوا أولا ما هي المرجعية من الأخبار. لا يمكن لنا أن نقبل أن نفتح وسائل الإعلام وصحف محترمة فلسطينية وأن نرى أن الخبر الأول يوميا هو تقارير إسرائيلية. صحفي والله ما حدا بيقرأه في تل أبيب، والله ما حدا بيقرأه جوا الكيان الإسرائيلي، بتلاقيه وصرح عن فساد السلطة أو من يخلف الرئيس أبو مازن أو عن خلافات داخل حركة فتح أو عن أي فصيل فلسطيني، بتلاقيه محطوط في الخبر الأول. هذا بضرب المعنويات اللي عندنا. هل عمركم فتحتم هارتس ولا أي محطة أو أي صحيفة إسرائيلية وجدتم كاتبا فلسطينيا في الصفحة الأولى أو في الصفحة الداخلية؟
الإعلام الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني. اصعد يفكر أنهم سيتركونا لحظة واحدة. هم يريدون أن يفقدونا ثقتنا بذاتنا وثقتنا بقيادتنا. وتجد أشخاص تحت اسم الإصلاح والوطنية ولديهم من التمويل الأمريكي والإسرائيلي والمعاديين للقضية، أنا لا أتبلى على أحد ولكن لا أريد أن أذكر أسماء، يخرجون علينا كخفافيش الليل باسم الإصلاح، وهم الفاسدون وهم المفسدون في الأرض وهم خونة ومعروفين، يخرجون ويقولون هذه القيادة يجب أن ترحل. أبو مازن وصل إلى طريق مسدود، لك مين اللي وصلنا لطريق مسدود؟ إحنا ولا الإسرائيليين؟ حتى لا يتكلموا كلمة على ترامب ولا بتكلموا كلمة على إسرائيل. أما في الداخل ضد أبو مازن والله كالفرسان بتلاقيهم. لذلك نقول بشكل واضح، من يتقاطع مع الإعلام ومع التقارير ويفبرك الإعلام والتقارير الموجهة ضد القيادة في هذه الأثناء وفي أي أثناء، أنا بقول بكل بشكل واضح هو يصطف في قارب نتنياهو. وهنا أريد أن أسألك أستاذ أسامة، يعني ربما إسرائيل تلعب دور رأس الحربة في هذه الحرب الأمريكية المفتوحة، لكن من هي الأطراف التي تلعب دور المساند والمتماهي في هذه الحرب؟ أنا يعني لا أريد أن أسمي بالأسماء، ولكن إذا تطلب الأمر منا سنسمي الخونة والعملاء الذين لديهم الإمكانيات المالية والمدعومين أمريكيا وإسرائيليا ولديهم العديد من وسائل الإعلام، كيف يحاولوا شق الصف. طب أنا بدي أسأل سؤال، في حدا في معركة مثل معركة القدس وقف مثل الرئيس أبو مازن كما وقف ياسر عرفات في السابق وهو يقول لا أمام التهديد الأمريكي؟ كان واضحا في كل خطاباته حتى فوجئ الكثير من خصومنا، لأنهم عادة بدوره حتى على لون البدلة تبع مش لاقيين إشي يحكوا عن الرئيس، ففضلوا أن يعملوا في الخفاء تحت أسماء وهمية وأسماء موجودة. وأنا بقول سنستمع خلال الأيام القليلة القادمة والأسابيع القادمة عن تقارير مفبركة ومشبوهة من قبل الكثير من الأطراف مدعومة من قبل إسرائيل وحلفائها في العالم من أجل ضرب معنوياتنا، من أجل أن نقول يا أخي خلاص خنقبل باللي بعطونا إياه، هم شو بدهم؟ خلاص بدنا نعيش حياتنا. لا، إحنا بنقول لن تكسروا إرادتنا، لن تكسروا نفوسنا، سنبقى على هذه الأرض، سنبقى مناضلين مقاتلين. إحنا أصحاب أرض مش أصحاب مشروع سلطوي ولا أصحاب اقتصاد ثانوي تحت الاحتلال. إحنا نريد الحرية ونريد الاستقلال، وليسمعنا القاسي والداني الشعب الفلسطيني وعلى رأسه حركة فتح والرئيس أبو مازن لم يتعبوا من النضال ولا من خاف التهديد لا الأمريكي ولا الإسرائيلي، ومعنوياتنا عالية. ولكن أحذر قبل أن تنتقلي إلى سؤالك الثاني من خونة الدار، هدول أصعب شيء في العالم صدقني، لا النووي ولا البوارج تستطيع أن تنال من عهد التميمي ومن أطفالنا فارس عودة. وقفنا قدام الدبابة ومستعدين، ولكن جوا الدار الخيانة هي أصعب شيء، وهم دائما يبحثون عن الخونة ويلبسوهم بزي الوطنية والإصلاح. مخطئ من ظن يوما أن للثعلب دينا ولا وطن، هدول خونة وسنعريهم أمام الشارع. طب أستاذ أسامة، هناك من يتساوق مع هذه الدعاية الإسرائيلية والأمريكية سواء بقصد أو غير قصد كما ذكرت، لكن إذا ما أردنا نتحدث عن غاية هذه الأطراف من التساوق مع هذه الرواية، هدف رخيص، حفنة من الأموال ووعود بسلطة. وأنا بدي أقول لهم قصة نابليون بونابرت مع العميل النمساوي، عندما حارب نابليون كان زعيم فرنسا منذ حوالي 300 عام النمسا، فكان هناك عميل قائد في الجيش عميل لنابليون بونابرت، فبعد أن أخبره عن خطط النمساويين أهله وداره وانتصر نابليون بونابرت في الحرب، فذهب لكي يأخذ نصيبه، فرمى له نابليون بونابرت الأموال على الأرض، على الأرض لم يعطيه إياها بيديها، وهذه رسالة لكل العملاء، وقال له ألا أحظى بتقبيل يديك والسلام على نابليون بونابرت؟ قال له نابليون، وهذه قصة معروفة، أنت خائن لبلدك، خذ ما قصدته وانصرف، لا يشرفني أن أصافح عميلا. وأنا بقول لك معروف الاحتلال في اللحظة اللي بيخلص من دوره برموه زي الكلب، مع احترامي الشديد لهذا اللفظ، ولكن هؤلاء يجب أن يقال عليهم هكذا. لذلك نحن نقول بشكل واضح، إعلامنا وطني وشعبنا بأغلبيته الساحقة وطنية، ولكن هناك ضعاف النفوس كما في كل المجتمعات، علينا أن نكشفهم في هذه المرحلة الخطرة التي تريد إسرائيل وأمريكا تصفية القضية الفلسطينية. معنوياتنا عالية وشعبنا موجود على أرضه والعالم كله معنا،
لماذا محاولة ضرب المعنويات؟ لماذا محاولة الترويج للبضائع الإسرائيلية عبر إعلامنا؟ كما قلنا إذا كان بقصد فهي خيانة، أما إذا بقصد منكم يا محترمين يا إعلامنا يا محترم يعني فلتر المعلومات شوية، مش كل ما إسرائيل واحد يطبل طبلة في إسرائيل ولا في أمريكا إحنا بنطبل عذات الطبلة، كل مرة بيطلعوا لنا خلي الموضوع على القدس والجرائم الإسرائيلية والتركيز على الوحدة الوطنية والتركيز حتى الخطاب السلبي في الوحدة الوطنية ما تحطوا، خليه يسب يا عمي، اللي بده يسب من حماس إحنا مسامحينه بناء على تعليمات الرئيس، ما تردوش عليهم وإحنا كمان قناعتنا ما نردش عليهم، لأنه في قضية أسمى عنوانها القدس، عنوانها هويتنا الوطنية، عنوانها الوجود. إذا لم يكن لدينا ضمير حقيقي واستعداد للتصدي ميدانيا وإعلاميا وسياسيا وكلنا على قلب رجل واحد، أنا بقول ما فينا خير وإن شاء الله الخير باق نعم. إلى يوم الدين. أستاذ أسامة تحدثت أن هذه المرحلة ربما هي من أخطر المراحل، مرحلة تهدف الإدارة الأمريكية فيها بالتوازي مع حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم نتحدث عن أهمية وحدة الصف، أهمية توحيد الخطاب، أهمية توحيد الرواية الفلسطينية لمواجهة ما ذكرنا. نعم بالتأكيد هذا في غاية الأهمية، لذلك الرئيس لو لاحظنا في خطاباته كان يركز على التاريخ وهذا شيء مقصود وليس عفويا، وهو رئيس مخضرم في العمل السياسي صار له 55 أو 60 سنة، لأن الحرب على القدس هي حرب التاريخ وحرب الرواية. إسرائيل تريد بأكاذيبها التي اختلقتها وحولتها إلى واقع لتحويلها إلى حقيقة بالإعلام والممارسة الإعلامية والأكاذيب، هي تريد أن تفقدك الرواية الحقيقية. من هذا يأتي هدفهم إلى الاعتراف بيهودية الدولة وأن هذه أرض الميعاد، هذا كله أساطير وأكاذيب. لذلك موضوعنا يجب أن يكون واضحا في تكريس الوعي الوطني عند أطفالنا في المدارس، المناهج، الخطاب إلى وزير الإعلام، إلى وزرائنا، إلى الحكومة، إلى المعنيين بالتعامل مع الناس يوميا، أن تبقى الرواية الفلسطينية حاضرة يوميا وأن تكون متابعة يوميا. فنحن اليابوسيين ونحن الكنعانيين ونحن الحثيين، نحن المقدسيين، نحن أصحاب هذه الأرض، فالتاريخ معنا. يعني كما قالها الرئيس حتى سيدنا إبراهيم بحاول يروحوا من ناحية دينية ومن ناحية تاريخية، سيدنا إبراهيم لما أجا على الخليل على مدينة الخليل كان فيها سكان قبل بألف سنة ما جي سيدنا إبراهيم، واشترى المغارة بسموها الكفيلية أو يعني عذرا إذا تخربط بالأسم، اشتراها من الكنعانيين من الفلسطينيين من اللي كانوا موجودين في هذه الأرض، ومعروف مين أسم اللي اشتراها، أي أن كان هناك سكان، فلا التاريخ معهم ولا القانون الدولي معهم. قرارات اليونسكو شو قالت آخر قرارات؟ ليس لليهود علاقة لا تاريخية ولا ثقافية ولا دينية بالقدس نهائيا، بينما بالنسبة لنا أولا هي عاصمتنا السياسية وفقا للقانون الدولي الحكم بيننا وبينهم، وفي التاريخ والدين ما تلعبوا معنا اللعبة لأنكم خسرانين بجميع الأحوال، وهذا الكلام يجب أن يتوقف. لذلك الإعلام في غاية الأهمية، وأنا بحيي تلفزيون فلسطين الذي يركز على الرواية الفلسطينية، على شجرة الزيتون، على تاريخنا، على ثقافتنا. هم بيحاولوا يسرقوا منا حتى الكوفية، بيحاولوا يسرقوا منا حتى أكل الزعتر والزيت وشجر الزيتون، بيحاولوا يسرقوا منا أكلة الحمص. أنا كنت في إحدى الدول الأوروبية حاطت أحد المطاعم العبرية حمص إسرائيلي، لا الحمص فلسطيني زي زعتر والزيتون، هذا جزء من موروثنا الثقافي. لذلك يجب علينا أن نركز، المعركة طويلة، علينا أن نعلم أبنائنا حب الوطن والخيانة للوطن بمعنى هي الميتة الذليلة والرخيصة. إذا علمنا أجيالنا أن هذه الأرض لنا ولنا حق فيها والمعنويات عالية والإرادة ونلتف حول القيادة، وأنا لما أقول نلتف حول القيادة تعرف البعض بيقول وكأننا ننافق للقيادة، إحنا ما بننافق لحدا، إحنا بنقول هذا الشخص اللي اسمه أبو مازن ماذا يعبر؟ عن ماذا يعبر؟ هل يعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني في مواقفه تجاه القدس واللاجئين والحقوق؟ نعم. هل تنازل عن شيء؟ نحكي بكل صراحة، إحنا ما بنخاف من حدا ولا بناخذ مقابل هذا الكلام شيء. هل تنازل عن شيء؟ هل تنازل؟ هل وقع تحت التهديدات ورضي عندما ذهب إلى الأمم المتحدة ولا للجنائية الدولية ولا عندما رفض مقابلة بنس؟ هذه الحقائق الموجودة، عدا عن ذلك هون وهون هذه الطابور الخامس اللي شغال فيها هي القضايا التي يريدون منا أن يشغلونا فيها. لذلك أنا بقول الوطن عبادة، حب الوطن عبادة كالصلاة والصوم والحج، والخيانة هي أسوأ شيء ممكن أن يوصف به الإنسان، هي صفة
كما قال أحد الكتاب: من خان وطنه ولو مرة واحدة يبقى طوال العمر ضعيفا مزعزع العزيمة. وإن شاء الله جميعا وبوحدتنا وبتكاتفنا وبإصرارنا على حب الوطن وأن القدس عاصمة رغم كل التحديات المفروضة علينا وبالرغم من كل الوضع العربي الصعب وبالرغم إلا أن الخير باقي وستبقى القدس منارة لكل أحرار العالم. يعني بالانتقال للحديث عن جزئية أخرى لكن ربما تدور بنفس الفلك الذي تحدثنا عنه، يعني هناك تحريض وعنصرية نشهدها في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أيضا هناك عنصرية في الكنيسة، الكنيسة تسابق الزمن مؤخرا لسان مزيد من القوانين، تحدث عن قانون إعدام الأسرى، منع التفاوض وتبييض الاستيطان، كل هذه الأمور إلى أي حد ربما قرارات ترامب الأخير، إعلان ترامب الأخير شجع وسوف يشجع إسرائيل على مزيد من التطرف والعنصرية أستاذ أسامة؟ نعم، سؤال في غاية الأهمية، وأعتقد أن هناك هدفين أساسيين لهذا التوجه والتسارع في سن القوانين العنصرية بعد قرار ترامب. من ناحية هم يريدون إرهاب الشعب الفلسطيني وكسر معنوياته، عندما يقرأ الفلسطيني أنه بعد قرار القدس عاصمة لدولة الاحتلال بدأ نتنياهو بصك أو بصياغة قوانين بالكنيست لها علاقة بالمستوطنات، لها علاقة بالأسرى، لها علاقة بالعديد من القضايا في الضفة الفلسطينية، وأنا سمعها في الشارع خلاص، يعني الوضع لأخي الناس في ارتباك، هم يريدون أن يخلقوا حالة من الارتباك لكي إذا ما رموا لنا فتاتا بعد عدة أشهر نقول يا عمي خذ وخلص وخلينا نرتاح وبدنا نشوف عيالنا وبدنا نشوف حالنا. لا، مش رح نرضى لو صغتوا 100 قانون. أنا بدي أقول الحقيقة، الحقيقة هي القانون الدولي، الحقيقة الإجماع الدولي، الحقيقة لنا دولة حدود 67، الحقيقة القدس بمآذنها بكنائسها بحجرها بكل ما فيها تنطق باللغة العربية وترفض التهويد، طال الزمن أم قصر، حقنا في هذه الأرض مش حق نتيجة وضع اقتصادي أو وجودنا ولا نتيجة دعم دولة عظمى، أي دولة عظمى ولا إجماع دولي، احنا وجودنا عضوي بهذه الارض وهم وجودهم على هذه الارض نتيجة اكاذيب واساطير ونتيجة وضع اقتصادي معين ودعم امريكا لهم، وهذه متغيرات. واذا كنا لا نستطيع ان نحقق السلام نحن فعلينا ان لا نتنازل، ولا يمكن، لن يغفر لنا احد في العالم ولا التاريخ ولا اجيالنا، كيف نستطيع ان ننظر في اطفال في عيون اطفالنا اذا ما تنازلنا عن القدس؟ على امريكا واسرائيل ان تدرك لا سلام ولا استقرار ولا حل دون أن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وبنعيدها في ختام هذا اللقاء، لو طوبوا لنا كل العالم والقارات الخمسة دون أن تكون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، والقدس مش يعني أبو ديس مرة تانية، ولا نقبل ولا يقولون ممر على القدس نصلي، لا إحنا مش زوار، أنتم الزوار وأنتم اللي جايين، يعني بعد ما الناس زي ما يقولوا يعني رايحين على الحج والناس مروحة، إحنا موجودين في هذه الأرض العهد العمرية، المسلم والمسيحي مع بعض كنا عبر التاريخ 6000 سنة، ولن نرضى بالمطلق دون القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. شكرا. والطفل اللي استشهد اليوم ووري الثرى شاهد في الجنان بإذن الله على هذا الحق وعلى هذا الوجود. نعم، السيد أسامة القواسم متحدث باسم حركة فتح، شكرا لك. شكرا. الشكر أيضا موصول لضيوفي الكرام، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.